مرحبا بكم في الحلقة السادسة من خبزولوجيا. يز شبيك تخزرولي، تحبوا تفهموا شبي حالتي هكا؟ شوف الروبورتاج. شوف Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. شتعمل يا راجل وهذا وقت وتو؟ ايش فما زادة؟ لنهار جبت اخبار يفرح. شنو واش فما؟ ولا انت لا تتمعشق في الكرسي متاعك؟ الناس ما زالت تعاني من البرد، وجماعة المعارضة لموا بعضهم وكمل جماعة القاعدة طلعونا في بير علي بن خليفة. بالله هذا كل صار بمناسبة عيد الحب. ايه المهم تو يلزمنا نلقاو حل، راهي الامور ماشية والدور علينا. باي تو نتصرف. باي سي عبد الجلال، لقينا القبض على واحد من الكتايب. دخل قولوا لمعمر وعيالة ليبيا فيها الرجالة. قولوا لمعمر وعيالة ليبيا فيها الرجالة. قولوا لمعمر وعيالة ليبيا فيها الرجالة. اخ منصف وش تدير هون؟ والله كنت جايك يا اخي، يا الشباب تعرضوا لي وقابوا بالواجب يعطيهم الصحة. مو المرة الجاية علمنا قبل ما تجي. على كل حال مرحبا بيك، وشنو سر الزيارة الفجعية هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي الكريم، جيت نحب نفهم كيفاش انتم عملتوا ثورة بالسلاح وراد البلاد، واحنا عملنا ثورة سلمية والثورة حب تدريد. 10 في بير. ها؟ 10 في بير. اشتي هذه 10 في بير؟ 10 في بير، كل 10 مواطنين درنا لهم بير بترول. يا سعب جليل، نجمش عطيني حتى 60,000 في بير، خلي ريضو يختاوني. لا والله شي، لبيار اللي تبقوا هزوهم الناتو، قعدوا لي كان زوز بادن بو 10 تاخو. علاه جايك على موبيلات؟ هاي خلي مش لازم. سلام يا صاحبي، واش راك الخوف؟ حطوا له النشيد الوطني وحط ايديك على قلبك يا صاحبي، حط ايديك على قلبك يا مرزوقي. كي انا باللي شديت الكرسي وانا يدي على قلبي. اسمع مرزوقي، درت المستيك معانا وقلت في ليبيا اللي نحنا زورنا الانتخابات. يصلي على النبي يا راجل، شبيك خدمت؟ ما قلت شكاك يا ولدي، الاعلام حرفوا لي كلامي كيما تعرف. معليش اون باس اون فيف دو سيجا، واش راك جيت تدير لهنا؟ شدتني شهيق، ذكرت خويا بوتفليق، قلت ما نلقى الحل كان على يدين رئيس بحل. أخطأك يا راجل، هات صحيح. جيت حب نفهم كيفاش رئيس شعبك يحب يعمل ثورة. اسمع نقولك التكتيك يا صاحبي، عملت لهم واحد الصولد مدى الحياة 40% على طول بري. شنو انخفاض 40%؟ تي انا كان نعمل 1%، لا ما يصير في وراك حبيبي، حتى واحد ما تقدرش تديره. اوه سي غراف يا صاحبي. يا ولدي الاقتصاد طايح في تونس وانت تحبني نعمل تخفيض؟ اعلان بالمؤقت، جات سميت بيا حيت خرجتونا من الكوب دافريك. من فضلك معيش قولي مؤقت، نشكي بيك راو. غادي تشكي بيا؟ من غادي تشكي بيا؟ يا راجل فضلك معاك، الاوضاع في تونس ما تعجبش، الشعب ياسر فايق والامور باش تدور عليه. شعبك فايق بزاف، نعسو بالحشيش. نعسو؟ كيف ما خممش فيها الحكايه؟ اي عم الحشيش هذا اللي تاك عليه، نمش نجيب. ما كاين مشكل، دابا نعطيك الحشيش ازرعو في بلادك. والله يعطيك الصح، هكا كان نضربو عصفورين بحجر، مني نرقد العباد ومني نقوي الاقتصاد. نعسو. فهمت شبيني توا؟ حبوا تعرفوا شنو صار من بعد؟ شوفوا الروبوتاج. شوف هيزرب ازرب يا مية، العصر باش يذب، ما عادش علينا وقت.
او كريت ماو حاتين شكون يعس عليا. شنو الزازة هذي يا اخي؟ شفما يا اخي ما في بالكش، اليوم طهور بهيجة بنت الصادق جارنا. دراوين نعرفوا هذا مجلال بريكة. اه معلم، بقديه الطرح؟ يما قلنا عاد الكفة 500 والمشتب دينار. اه يا ابو نزال تلعب لي غنيون. اشنو ابن القعقاع سكرت على بكري اليوم؟ لا مش على بكري، سكرت على تو ما عادش باش نخدم. وي حكاية هذا، ما هو لاباس الناس الكل لابسة النقاب، ما عادش نعرف انا شكون سال الفلوس وشكون عمل له كارني تاع كريدي. البلاد ولات في خير، القفلة بينا تسير، حتى حد ما قعد فقير، ربي فضلنا الأمير، زيد تضرب البدير، زيد تضرب البدير. يا أخي مش بلتي هذاك متاع الراب؟ تيسكت، ما ولا محمد صالح متاع العيساوية. شنو وانا جيب تحت لهم شديت الرجلة؟ انا كانك عليا ديما شد الرجلة، وانا كحمل همامي ضد الرجلة. هيا قطع قطع فرسان التداخل جو. ابو محرز العقاب لا يخشى الصعاب، لقد طيحتك ايها المرتد، اتكم بسو مع عصابة انا ضد؟ والله خاتيني هو وقف يحكي معايا، أنا طول عمري وفي للأمير. ويحك أنت ومية، أتفصص فيهم علي؟ أمامي إلى سجن المرنقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ملا حلمة قلبي طاح. إذن نبدأ في الفصل الأول من الدستور. إيش بدفت لك مياه عمر مخك صعب وانسى يا ولدي تكيفوا لي واش علي انتي حر وحد ما يدبر في حبها عادي تتبيع تحشي شدي الأخضر وين نعناع بين هزينا وين ماشيين باقي الحرية ما يكونش فاهمين قولولي بالله مخكم اش فيه تحبوش الكامل تقديو عليه بالرسمي تحكي لي قولي عايزين اغسل سقيك وارقد يا فرصي يا معقد سيب علي الحكاية هذي راهي خطي كيت وليت زطلة لقال تقلب الفيستا وتقول نورمال كيرجة دوك تحلل عمريك الكون في الحبس تضيع المستقبل يتحتم مش كي يبدأ عندك دكتوره